أغنى 10 مغنيون في العالم. سنقدم لكم قائمة أغنى 10 مغنيون في العالم وفقاً لسيليبريتي نيتورث. في المركز العاشر فيكتوريا بيكام 450 مليون دولار. في المركز التاسع جلوريا ستيفن 500 مليون دولار. في المركز الثامن جين أوتري 500 مليون دولار. في المركز السابع بيونسي نولز 500 مليون دولار. في المركز السادس خوليو إيجليسياس 600 مليون دولار. في المركز الخامس دولي ليبرتون 650 مليون دولار. في المركز الرابع سيلين ديونو 800 مليون دولار. في المركز الثالث مادونا 850 مليون دولار. في المركز الثاني هيرب ألبرت 850 مليون دولار. في المركز الأول ريانا 1.7 مليار دولار.